مصدر إلهامي بابا، يعني هو برضو والدي شخصية مكافحة، وبرضو موضوع القراية أنا أخدته منه جدا. والدي لأنه كان يحفظ السيرة الهلالية، يتبع الرواة والشعراء، وكان يحكيها لي في الصغر، لذلك شكلت وعيي. والدتي شجعتني بأنها قالت لي أن أنا أقدر أن أنا أدخل وأشترك في المشروع دوت وأفوز كمان. ماما وبابا طبعا أنا حابة أوجه لهم كل الشكر لكل حاجة أنا عليها في حياتي. كان والدي عليه رحمة الله، وكان الملهم الأكثر لي لدخول المسابقة عمي. أكتر حد ساعدني هي مامتي، هي اللي كانت بتجيب لي كتب. والدي عليه رحمة الله رغم أنه كان حظه من التعليم قليلا، إلا أنه كان يدفعني، حتى أنا ربما مواصلتي للماجستير والدكتوراه كانت بحافز من كلماتي حتى بعد وفاته. ماما هي أكتر واحدة ساعدتني. ماما على طول هي اللي كانت بتشتري لي الكتب، وهي اللي كانت على طول بتشجعني. أسرتي كلها ساعدتني، هي كانت دايما بتشجعني على القراية وحبها والمشاركة في الكتب المسابقات وكده. الأستاذ ربيع من احنا وفي من سنه اولى ابتدائي وهو مسك الصف كمكفوفين، بصراحه كان لنا يعني كان لنا اب وكان لنا معلم وكان لنا كل حاجه يعني. أكتر كتاب كان ملهم ليا خلال رحلتي في المسابقة كانت رواية البؤساء، ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور، مجموعة عبقريات الأستاذ عباس محمود العقاد، كتاب إدارة الوقت لدكتور إبراهيم الفقي، كتاب ابن بطوطة، كتاب المسلمون بين الماضي والحاضر والمستقبل، فارس بمئة فارس، نحو تأسيس عصر ديني جديد، أمجاد الفراعنة، رسائل الزينبية، كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، كتاب اسمه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بحب أقرأ لهم الدكتور أحمد خالد توفيق، الكاتب الكبير طبعاً عباس محمود العقاد، محمد حسنين هيكل، يوسف إدريس، نجيب محفوظ، محمود دياب، سعد الله النوس. بحب أقرأ الكاتب إبراهيم عزوز ومحسن محمد محسن. أكثر كاتب يؤثر فيه هو توفيق الحكيم تحديداً، يعني لأن توفيق الحكيم كان معظم أعماله كانت تعتمد على الذهنية كما يسمونه، قراءة حياة، وكما قال أحمد بهاء الدين الإنسان يفترق عن الحيوان أنه ذو تاريخ. نصيحة عباس محمود العقاد يعني أن القراءة تضيف للعمر عمر وتضيف للحياة عمق. مصر بألوان المعرفة.